متابعينا بضيوفنا المميزين. وهلا فقرتنا التالية يا نرمين، اكيد فقرتنا التالية رح تكون كمان من ريف حما ومن ابو قبيس، يلي تعتبر من لوحات الطبيعية كما ذكرنا لخصوبة تربتا وخضار الشجارة، ناهيك عن تاريخ المدينة يلي ضارب بعمق الزمان. واليوم رح نحكي اكثر عن تاريخ هي المدينة، وبيسعدنا نرحب اكيد بالاستاذ بطرس كاترين وهو استاذ في التاريخ، والمهندسة أديبة منصور رئيس مجلس مدينة الصقلبية. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك، شكرا. يا أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم سالمين. كل عام وأنتم سالمين. نعاد عليكم يا رب، كل يعني أيامنا أعياد إن شاء الله يا رب. أستاذ أهلا وسهلا. أستاذ بالبداية رح نبلش مع حضرتك، يعني ما في أحلى نكون قاعدين بهي الطبيعة بهذا المناخ بهذا التميز بالطبيعي الرائع الجمال، وما نحكي عن المنطقة تاريخيا، ما نحكي عن هي المنطقة تراثيا. تفضل. في البدء شكرا للإخباري السوري، أهلا ومين لهالمقدمات الحلوات الجميلات. سلام سلام. وشكرا للمهندسي سيدي أديبة منصور اللي فسحت لنا الفرصة أن نتكلم. شكرا للمهندس إياد موسى الغايب الحاضر. نعم. بالطبع الحديث عن تاريخ محافظة حماة تاريخ ذو شجن. محافظة حماة لها أرشيف تاريخي غني. ما بدي أعطي درس تاريخ، بس حط محطات تاريخية مرت فيها. تمام. المؤرخون قسموا التاريخ لفترتين، فترة ما قبل التاريخ والفترة التاريخية. فترة ما قبل التاريخ يعني ما قبل التأريخ الكتابي. تاريخ حما يعود إلى ما قبل التاريخ، يعني قبل الكتابي. لا. تاريخيا يعود إلى حسب الوثائق المكتشفة من خلال بعثة دنماركية إلى مليون سنة وجدوا آثار للإنسان الحجري. ولكن تاريخيا كمدينة بدأت بـ6000 قبل الميلاد. نعم. عندما جاء إليها السومريون الأكاديون، ومن ثم غزاها العموريون واستوطنوا فيها واتخذوا من قلعتها مكان. نعم. بالطبع وبدأ العمران من 6000 سنة قبل الميلاد. خلال هذه الفترة حتى الآن مرت بأطوار وحضارات متعاقبة تركت بصمات وآثار تحكي عنا. نعم. فبعض العموريون تعرضت لهجمات من شعوب مهاجمة، الهكسوس، المصريين، الفراعنة بالطبع، وتمكنت من التصدي لهم وبقت مدينة عامرة إلى أن جاء الآراميون. الآراميون هم الذين ركزوا الزراعة في حماة، وبالطبع بعد أن بنوا إمارات في الفرات وانتهوا جاءوا أقاموا إمارات في منطقة العاصي. بالطبع هيرودوت أبو التاريخ بيقول أن مصر هبة النيل، يعني لولا النيل لما كانت مصر، وحماة هي هبة العاصي. على ضفاف العاصي قامت حضارات متعاقبة من عددها نحن. بالطبع الآراميين حضروا حماه أكثر، صارت مدينة زراعية وصارت مدينة تقع على طريق الحرير، واستمر الوضع إلى أن جاء الإسكندر المقدوني. المقدونيين إسكندر المقدوني جاء يحمل معه حضارة اسمها الحضارة الهيلينستي، يعني هيلين ست اليونان مع الشرق انمزجوا مع بعضهم. نعم. وبالطبع الإسكندر المقدوني حتى يعمل حضارة حقيقية غربي شرقي الهيلينستي تزوج امرأة فارسي وزوج 10,000 من جنوده نساء شرقيات حتى يصير تمازج حضاري. وبالطبع أصبحت حماه بعد الإسكندر إلى سلوقس، فتشكلت دولة السلوقيون. بالطبع السلوقيون بنوا مدن هامة منها أفاميا اللي هي من ريف حماة،
وبالطبع أفاميا المعالم الأثرية المميزة. نعم حما. بدنا نحكي عنها خلال استعراضنا الآثار. أفاميا نسبة إلى أفامي اللي هي اسم زوجة سلوقوس، نعم، بنى مدينة اللاذقية، بنى مدينة أنطاكيا، ولكن أفاميا كانت عاصمة سوريا والعاصمة العسكرية للسلوقيين. بعد السلوقيين جاء الرومان 64. بالطبع الرومان احتلوا سوريا ومنها حماة، وكان أحد تراجان الإمبراطور الروماني جاء إلى حماة وأعجب أدهش بالإنجاز الحمول الرائع في الناعورة. الناعورة اللي هي رمز حماة بيسموها مدينة النواعية. بالطبع الناعورة هي لرفع مياه العاصة، وبالطبع لقناطر عالية من أجل نقل المياه إلى الحمامات والبيوت وإلى الحقول. أكيد. أستاذ بطرس رح نرجع نكفي الحديث بس مشان لأنه الوقت ما يداهمنا. نعم. كمان بدنا نحكي مع حضرتك. أهلا وسهلا فيك. شرفت وشكرا لاستقبالكم. يعني عم نحكي اليوم عن صقلبية، كنا عم نحكي أنه قريبة على أبو قبيس. خلينا نحكي شوي عن هاي المدينة، يعني لي الوقت قليل بحما، يا ريت لو نقدر نغطي كل المناطق. خلينا نحكي شوي اداريا عن هاي المدينه. هلا مدينه صقلبيه تقع غربي محافظه حماه بحدود 40 كيلومتر، وعدد سكانها تقريبا 17000 نسمه، بس ومع الوافدين والمهجرين في ظل الحرب تقريبا نصل الى 35000 نسمه. مدينه صقلبيه تحوي جميع الاطياف وعم بيشاركونا بجميع مقومات الحياه وعطيب خاطر، وهي متاخمه للارهاب بحدود 3 كيلومتر فقط. وبالرغم هيك مدينة صقلبية صامدة، أنا يعني بعتبرها مدينة صقلبية مدينة المحبة والسلام، وهي تعني المشاكس أو العنيد. وبالرغم كل الظروف شعبها صامد، ونحن مع الجيش لآخر لحظة، وبالرغم القذائف الحقد وما زالت مستمرة على مدينة صقلبية لتاريخ هذه اللحظة. وإن شاء الله يا رب يهم جيشنا وقائدنا سيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يكون النصر قريب، ونحن بهالفترة مهرجان الربيع إذا دل يدل على مهرجان طبعا المحبة والسلام، بدل على صمود شعبنا وآملين ومتفائلين بالخير والسلام، وإن شاء الله يا رب تحرر سوريا والنصر قريب. شكرا. تأديبة بس قبل ما ننتقل للأستاذ بطرس، خلينا نحكي اليوم عن دور المرأة السورية وخاصة بقرية الصقلبية القريبة على قرية أبو قبيس، جيراننا يعني. جيراننا. كمان شفنا كان معنا من شوي رئيسة بلدية، وأيضا حضرتك رئيسة بلدية. اليوم دور المرأة قديش مهم بالمجتمع، دورك كأم اللي بتحتضني الكبير والصغير وأي حدا بحاجة يمكن من عطاء من خدمة، المرأة السورية بشكل عام. المرأة بشكل عام، خلينا نقول الصقلبية بشكل خاص، لا يقل عملها ودورها عن الرجل. أنا بتعتبرها هي عملها نصف المجتمع. المرأة تقوم فهي المهندسة وهي الطبيبة وهي المعلمة والمربية والأخت والزوجة. كل هذه القضايا أكيد نحن المرأة لها دور كبير. وبصقلبية نحن أنا كأول امرأة استلمت رئيس مجلس مدينة صقلبية في تاريخ صقلبية، كانت في صدى كثير كان حلو وإيجابي إنه بهيك ظروف وبهيك موقع مسؤولية مدينة كاملة تقع على عاتقها، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية بإذن الله. أكيد. الله يحمي الجميع. إن شاء الله يا رب. يعني أستاذ بطرس، نحن موجودين بأبو قبيس مثل ما حكينا، خلينا نحكي شوي عن طبيعة هاي المنطقة تاريخياً. أيمت بلشوا الناس يعرفوا فيها؟ عن اسمها؟ من وين إجا؟ عن أبرز الآثار اللي موجودة بهاي المكان؟ نعم. الغنى الحضاري لمحافظة حماة وريفة ما تسجلوا أوابد حضارية موجودة. في عنا مواقع حضارية ومواقع سياحية كبيرة ولكنها مهملة للأسف. نحن نسمع بوزارة السياحة ولكن لا نرى فعلا. أنا برأيي هذا تقصير. منطقتنا من أجمل مناطق العالم، من لا يحب بلده ما بيحب العالم. فأنا بحس أنه منطقة الغاب منطقة غنية جدا وسرية جدا بمواقع طبيعية يجب الاستفادة منها. الصناعة السياحية صناعة استراتيجية في بعض البلدان. تخيل ان اسبانيا الدخل الاسباني من السياحة يعادل النفط العربي. نعم، بس ما في شك يمكن بالعطاء بكل مجالات، ان كان من سياحه ان كان من ثقافه دعم، ولكن يمكن نحن بدنا نقدر انه نحن مرقنا بظروف صعبه
بس بكفي يمكن وجود وحفاظ على تراث القرية لحتى نحن نقدر نكفي ونحافظ عليها لقدام. أستاذ بطرس خلينا نحكي اليوم عن الحفاظ على هذا التراث، يعني جو الضيعة هيك. نعم. القعدة مع الأولاد، التربية، الاستضافة، شو بتتميز مدينة صقيلبية بهذا الشيء عن غيرها من القرى؟ صقيلبية لا تزال بعلاقات قرية. نعم. رغم أن إدارياً صحيح. منطقة. نعم. وهذا شيء يبعث إلى الاعتزاز. يعني لا نزال نعيش الحالات البسيطة، العلاقات الطيبة، علاقات الجيري، علاقات الأخوة، علاقات التعاون، مو بس مع صقيلبية، حتى مع الجيران بالأعياد، بالمناسبات، في تبادل تهاني، وخاصة ما قبل الأحداث. صقيلبية بالواقع هي رقيقة كالنسيم، وصلبي كالطود، ومتجزرة كالسنديان. تواجه الآن محنة كبيرة من هذه الظروف التي جرنا إليها الاستعمار. نعم. الصهيوني والإمبريالي اللي سخروا أدواتهم. الآن جينا والضرب بصقيلبية قائم، ورغم ذلك كطائر الفيل الله يحميكم تعيشي. فالحياة بصقيلبية حياة مدهشة جميلة، ندعوكم لزيارتها، وبالطبع الإضاءة على ذلك من قبلكم هي إنجاز رائع. يعني هي مساهمة كإعلام الإضاءة على أهم المناطق. نعم نعم، هذا هام جدا، وكان هذا واجب من قبل. ورغم ذلك أن تأتي متأخر خير من أن لا تأتي. عندنا مشاريع كثير، مثلا الطريق المساير للسلسلة الغربية من أجمل طرق الدنيا لو في اهتمام. نعم. طريق فيه غابي ما في أجمل منها، ورود الدفلة من سلحب صحيح. إلى جورين. يمكن بدي أعقب على نقطة كتير مهمة. يمكن ليا خلال سنوات الحرب 8 دائما بنقول إنه الحياة ما وقفت بسوريا، دائما الفعاليات السياحية والثقافية بعدها موجودة، لكن الريف تبعنا الريف الحموي هو غني، غني جدا، والاستثمار فيه دائما قليل. مستمر قليل. بدنا نحكي بصدق، نحن ما بدنا نجامل بعضنا. أنا برأيي الريف الحموي وخاصة منطقة الغاب غني جدا إذا أحسن استخدامه. يعني وزارة السياحة حلو يكون في فندق، حلو يكون في مهرجانات دائمة. أكيد يمكن هي دعوة لكل المستثمرين. نعم، السوريين. نعم دعوة، تشجيع للمستثمرين. وزارة السياحة المفروض تصدر نشرات. الإعلام، وزارة الإعلام المفروض تضيف. نعم. سهل الغاب، سهل الغاب لوحة من أجمل اللوحات على وجه الأرض. سهل إذا بدك تتخيلي سهل، ما بتتخيلي أجمل منه. نعم أكيد. مسلسل بسلسلتين، سلسلة شرقية وسلسلة غربية، بطول 50 كيلومتر، بثلاث أقنية تري. طلعي على الكورنيش الغربي في مدينة صقيلبية وانظري إلى الغاب، تري لوحة من أجمل اللوحات بأوروبا ما في منها. بس بحاجة إلى الاهتمام، تنظيم السكاني، في توزع سكاني غير طبيعي، في بدها تدخل، بدها تشجيع للمستثمرين، مستقبل بدها مهرجانات. ان شاء الله بيكون أكيد المستقبل حلو قدامنا. بالاستثمار دائما في منتجعات جميله ندعوكم لها. اكيد مسبع عين الورد، لوحه طبيعيه، لوحه جميله شفتيها يعني بزماناتك. شيء اكيد اكيد إن شاء الله دائما، يعني نحن اولاد سوريا، مقصف الرابي، مايسترو، مسبح النصور، الحديقه العامه. نعم. في استثمارات بصقيلبية بس. نعم. بالمنطقه قليله. نحن اكيد بدنا نوجه تحيه كثير كبيره لاهالي صقيلبية، وشكرا كثير لحضوركم معنا. اكيد شكرا كثير لكم، نورتونا.